ضمن دائرة وكنمشيو في التزايد حتى كنوصلوا لهاد القياس ديال هاد الدائرة ديال هاد القنينة هادي. وباقي العمل كيف شفتو في الفيديو السابق هو هذا. شوفوا بنات، انا خدمت باللون الابيض، للاسف ما كانش عندي فاضطريت نبدل اللون باش يبان اكثر واكثر. بغيتو تكملوا حتى الفوق، بغيتو تخلوا النص من الاحسن. العمل كله بنات خدمناها صدفة كيف كتشوفوا. الاخوات اللي ما تضحكش لهم الصورة، نعود معكم الطريقة. كنخدمو حمودين في السلسلة وعمودين في نفس الغرزة، كنزيدو ما كننقصو. عندنا هاد الفراغ الأول كيتكون لنا بحال سلسلة، هذا كنخليوه. كنجيو للصدافة ونخدمو كذلك عمودين سلسلة وعمودين. انا كملت العمل بنات، غادي نقفلو باش نديرو اللون الاخر. كتجي روعة، نجد روعة روعة. غنخدمو بنات دابا هاد الحاشية هادي، استسمح بناتي الى ما جاكمش الصوت عادي. كيف قلت لكم غادي نخدموا هاد الحاشيه هادي اللي عندنا في الموديل، حتى هي اعمده فاضطريت نخدم بهذا اللون لان هذا ما عنديش فيه بزاف. بقى لينا الشابو اخوات، ما عن الطريقه كيفاش كتخدم. فالتزيين بنات هذيك الحاشيه نخدمو أربعة أعمدة وسط كل صدفة
بالارتفاع اللي عندنا كتكون عندنا رعد الاعمده مباشره في الصدفه، نرتفع بثلاثه السلاسل ثلاثه الاعمده، والارتفاع هو الاربعه. اتمنى تكون الفكره وصلت بنات. هذا فقط للتزيين، نتوما عندكم الاختيار تزينوا بالغرز اللي بغيتو على حسب الاذواق. وصلنا للنهايه، نقفلو. بخير ديرو لا فينيسيون. كيف كتشوفوا البنات، هذه هي الحاشيه. ثم شوفوا الالوان اللي عندكم، حبه هذا يكون لون الصالون. كيف كتشوفوا بنات، كتجي روعه، كتعطي منظر وديكور. نخدموا هاد الشابو هذا او الغطاء ديال القنينه، كيجي حتى هو روعه. كاين عدة اشكال، فنشوفوا دائما السهل. بسم الله، غنخدمو ستة ديال السلاسل، ثلاثة خمسة ستة، نقفلو، نرتفعو ثلاثة السلاسل، غنخدمو 12 عمود. نتوما والاختيار ديالكم، تخدموا اكثر تخدموا اقل على حسب الصوف على حسب الكروشي. انا صوف للاسف مع هاد الظروف، يعني مود الصوف ما كاينش ساد، فاضطريت نخدم بصوف كانت عندي ديجا، يعني غليظه شويه ماشي كيف هذه رقيقه زوينه كتعطي منظر اجمل. هذه رقيقه، هذه صوفه العبار على جوج كتجي اجمل واروع. هادي غليظه شويه ما كتبانش، لكن غطلع حتى هي اروع. غنخدمو 12 عمود، 12، نقفلو في السلسله الثانيه. صفه غليظه شويه، صفرو فينيش. غنرتفع بثلاث سلاسل، نضعو عمودين كل سلسلة، غتكون عندنا 24. غنكملو الدورة. نتلاقاو البنات، من الدورة الأولى. بغينا نزيدو سطر فيه التزايد، نعبرو على الغطا، كنضم نزيد سطر. نرتفعو ثلاثة السلاسل حسب القاعدة، عمودين فعمود في كل سلسلة، عمودين ثم عمود حتى نهاية الدورة. كملنا أسطر ثاني، غادي نزيدو بنات سطر عادي أعمدة فقط، كي لا تزايد لا تناقص. كملنا بنات السطر اللي فيه الأعمدة، كيجينا قياس
فغنخدمو هاد لي فرونس او فرفاره حتى هو اعمده، غنبدلو اللون باش تبان اكثر. فاستسمح بنات على هاد يعني كنزرب في العمل. نغير اللون، ناخذ المارون، دائما نزيرو باللون الاخر، نرتفعو جوج السلاسل وغنخدمو اربعة الاعمده في كل غرزه او اكثر او اقل على حسب السمك ديال الصوف. مره كل سلسله اربعه الاعمده. هذه الطريقه غتكون لينا هاد بحال شكل فريفيره. اربعه كل سلسله طريقه. يعني كتبغي شويه الصبر فعلينا نصبرو. كل هاد السلاسل كلها نخدمو فوقها اربعة الاعمدة في كل سلسلة، كل سلسلة اربعة الاعمدة باش غتعطينا اكثر جمالية. تشوفو ملي غنكملو غيتكون لينا هاد الموديل اللي كتشوفو، هاد الشابو كيجيب على شكل شابو. صوفة رقيقة كتجي أروع بنات، أروع. كيف كتشوفوا بنات، باش غتجينا بهذا الشكل على شكل شابو، غادي نخدمو سلاسل وغنجمعوهم. كيف كتشوفوا بحال هادو سلاسل عادية. نخدمو حتى نوصلو للقياس اللي مطلوب لينا باش تجمع لينا هاد الشابو. صوت بنات استسمح على هذا الفيديو اليوم، غير صبروا معايا. كيف كتشوفوا بنات، خدمنا السلاسل ودخلنا بالبرا. كيف كتشوفوا نديروا على القياس ديال القياس ديالها ونزيرو باش ما تبقاش تلعب لينا في يعني نبغيو نكبو العصير او الماء ما تبقاش تلعب. دخلوها مزيان، لبسوها لها مزيان ونزيرو. كيف كتشوفو
من الاحسن نديروها هنا باش تبان اكثر. حاولوا تدخلوها مزيان بالطريقه اللي كتشوفوا. نزيروا عليها ديروا شي بابيون بنات. ممكن نخدمو هنا قليب، ممكن نديرو سينتا الا مبغيناش نخدمو هاد الكروشي، نخدمو سينتا. نقدرو نديروها في الجانب هنا، نقدرو نديروها في هاد الجوانب كذلك. ممكن نديرو عقيدات على حسب الالوان اللي عندنا كل ركن. كذلك عندنا هاد الفكره ديال هاد لي موتيف هادو كيف كتشوفوا في هاد الموديل هذا. كنقطعو على القياس اللي بغينا مثلا كيف خدمت انا في الموديل، قطعت بهذه الطريقه. ممكن تكون الحجم اكبر او اصغر كيف هذا كيف كتشوفوا. هذا راه ماشي القاروره فيها هاد لي موتيف انا لصقتهم، تقدروا تلصقوهم بهذه الطريقه هذه ديروا هنا. طبيعة الحال غنختاروا الالوان اللي في الصوفة غنختاروها في لي موتيف باش يجيونا اروع. ممكن ندخلوهم مثلا يعني الديكور على حساب كل فنانة كيف ما بغات الديكور ديالها يجي. هنا بنات درت وريدة في هذا الموديل هذا، ممكن ديروا وريدات ديروا فيهم عقيقات كذلك. هذا الشابو ديالها، هاد الموديل هذا كيف كتشوفوا درت سينتا وهاد لي موتيف اللي قلت لكم. الشابو خليته عادي، وهادي من بعد غادي ندير لكم ورشه ديالها، نديروها فشي سوينيه ونحطوها كديكور. العين كتبغي اكثر، كتبغي الديكور اكثر واكثر. نتمنى بنات ورشه اليوم تعجبكم، ف تسمح على السرعه في العمل يعني دار لي ظروف خاصه. ان شاء الله نتلاقاو في ورشه جديده وغتكون مفاجاه. الى اللقاء والى ورشه جديده من عالم حسنى ديجا. الى اللقاء بنات.